كما أجرت موفدة التلفزيون المصري ريهام الديب لقاء خاصا مع وزير التنمية المحلية هشام أمنة، الذي أكد على أن هناك تنسيقا بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية لمجابهة المخلفات بالمحافظات. مؤتمر تغير المناخ COP27 في هذه الدورة التي تتمتع بأهمية كبيرة وينعقد هنا في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ. بالتأكيد عندما تم اختيار مصر لكي تمثل الدول الأفريقية وتنعقد فيها هذه الدورة، كي تستضيف هذه الدورة وترأس هذه الدورة، ثم ينعقد هذا المؤتمر بهذا التنظيم الرائع وبهذا الشكل المشرف الذي يليق باسم مصر وبمكانتها وبحضارتها وتاريخها، بالتأكيد كانت هناك خلية نحل بالفعل لدى كل الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق فيما بينها على مدار عام كامل، حتى يظهر هذا المؤتمر بهذا الشكل المشرف، وحتى تظهر أيضا كل المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية لكي تساهم بشكل كبير في الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي. نتحدث عن الجهود الخاصة بالحكومة المصرية وجهود مختلف الأجهزة المعنية حتى يظهر هذا المؤتمر بهذا الشكل المشرف ولكي يسهم بدوره في التكيف مع تداعيات الآثار السلبية للتغير المناخي، وأيضا الحد من هذه الآثار السلبية للتغير المناخي من خلال استضافة، ويشرفنا طبعا بالحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية. معالي الوزير، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. معالي الوزير، زي ما ذكرت الحقيقة يعني هناك تنسيق كبير وواسع النطاق بين كل الوزارات وبين كل الأجهزة المعنية في الدولة حتى ظهر هذا المؤتمر بهذه القوة وبهذه الأهمية وبهذا الشكل المشرف للغاية. ما هو الدور اللي بتقوم به وزارة التنمية المحلية في الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي والتكيف مع التداعيات الموجودة بالفعل لدى التغير المناخي؟ دلوقتي الأول مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. خليني أقول الأول أن تنظيم الحدث نفسه اللي احنا شايفينه ده شيء رائع، وده إذا كان موجود فده مش غريب على مصر ومش غريب على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي دايما كل يوم في عهده بنلاقي جديد وبنلاقي شيء عظيم يخلي مصر في المقدمة ولها ريادة على المستوى الدولي والمستوى الأفريقي. فعايز أقول إن ما يحدث الآن على أرض شرم الشيخ ما هو إلا حدث رائع وحاجة يعني فوق الخيال إن احنا ننجح هذا النجاح في تنظيم مؤتمر هام مثل هذا المؤتمر. فخلينا نشكر فخامته ونشكر الحكومة المصرية كلها ودولة رئيس الوزراء على ما حدث في شرم الشيخ، لأن ما يحدث في شرم الشيخ أكيد شيء عظيم. أما نتكلم عن مؤتمر المناخ وأهميته، عايز أقول الأول إن إحنا كوزارة دورنا دور رئيسي في مجابهة أي ظروف مناخية، لأن إحنا أصلا على الأرض السادة المحافظين اللي بنتوجه لهم برضو بالشكر هم اللي بيجابهوا أي أزمات، وفي تنسيق كامل بيننا وبين وزارة البيئة. فعايز أقول إن لو خدنا مثلا على الساحة اللي موجودة دلوقتي جوه شرم الشيخ، كلنا شايفين المنظر المشرف اللي في محافظة شرم الشيخ، اللي بنتوجه بالشكر للسيد المحافظ على الدور العظيم اللي أداه داخل المحافظة عشان تصل للشكل العظيم ده. عايز أقول إن يمكن وزارة التنمية المحلية ساهمت في ده من خلال طبعا محافظتنا العظيمة اللي جهزت المنظر الهائل اللي حضرتك شايفاه، ولكن عندنا شايفين بره في الأتوبيسات اللي موجودة، ودي تعليمات فخامة الرئيس ان احنا نتحول بالأتوبيسات من الأتوبيسات اللي بتشتغل بالوقود العادي عشان نحافظ على البيئة وظروفها، ان احنا تحولنا من ده لأتوبيسات الكهرباء اللي حضراتكم شايفينها وأتوبيسات تشتغل بالغاز. يعني عندنا أتوبيسات اللي موجودة على أرض محافظة شرم الشيخ كلها تخص وزارة التنمية المحلية، وهي اللي بتقدم الخدمة لكل السادة الزائرين، دي خاصة بوزارة التنمية المحلية، وإن شاء الله هتكمل عملها إن شاء الله في بقية المحافظات ونجتهد في هذا الاتجاه، لأن دي تعليمات واضحة من الدولة لينا هنحول الاستخدامات بتاعة هذه الأتوبيسات من وقود عادي للكهرباء والغاز. عايز أقول إن احنا توسعنا في إنشاء بالتنسيق مع وزارة البترول على مستوى المحافظات كلها في محطات الوقود اللي فيها تمويل بالغاز،
ده على مستوى الجمهورية كله موجود. عايز أقول إن الدولة بذلت مجهود في الفترة اللي فاتت في عهد وظل قيادة فخامة الرئيس، ويمكن كنا بنعرض لسه على دولة رئيس الوزراء وده بيتم تحت إشرافه. عايز أقول لك إن مصر أو الوزارة بمحافظاتها رفعت حوالي 280 مليون طن من المخلفات العادية والصلبة من التراكمات القديمة اللي موجودة جوه جمهورية مصر العربية والمتولدات اليومية اللي موجودة على الساحة. عايز أقول لحضرتك أن الوزارة بتنفذ لصالح المحافظات 196 مشروع. 196 مشروع افتتحنا منهم جزء، باقي 130 مشروع بجاري العمل بيهم في الفترة الحالية. المشروع اللي بيخلص بنشغله داخل المحافظات، بس عايز أقول ده في شكل محطات تدوير للقمامة، يعني مصانع تدوير للقمامة، وعندنا المحطات الثابتة والمتحركة الوسيطة. المحطات الوسيطة دي اللي هي بتجمع القمامة اللي جوه المدن وبتحركها في اتجاه مصانع التدوير. مصانع التدوير اللي موجودة بتستخدم جزء من هذه المخلفات، وما يستعصي من استخدامه بيتم تحويله إلى المدافن. عندنا عاملين مدافن أمنة داخل برضو الوزارة. عايز أقول لحضرتك مجهود الوزارة في هذا الاتجاه مجهود واضح وبين، وطبعا في تنسيق كامل مع وزيرة البيئة في هذا المجال، ولكن هو طبعا الكلام ده موجود داخل المحافظات، يمكن الناس ما تحسوش قوي، ولكن يعني اللي موجود على الأرض إن احنا رفعنا كمية المخلفات دي بالفعل، والمصانع بتفتح بالفعل، واللي موجود على الأرض حاجة تشرف مصر كلها. عايز أقول في هذا المجال صرفنا 57 مليار جنيه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، شكرا جزيلا، والمزيد إن شاء الله من التوفيق في كل المجهودات اللي بتقوم بها الوزارة، وبشكل خاص طبعا فيما يتعلق بمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ومشاهدينا لسه متواصلين مع حضراتكم على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري في متابعة كل الفعاليات الخاصة بمؤتمر كوب 27 هنا في مدينة السلام، المدينة الخضراء، مدينة شرم الشيخ.